مساء الليل. حلقة النهاردة مهمة جدا، عايزك تتابعها للآخر. والصندوق الوصف هتلاقي كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بيا. رجال الغيب ودعوة رجال الغيب. طب ايه الدعوة دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم يا رجال الغيب ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أرواح يا مقدسة. أعينوني لوجه الله بقوة وانظروا إلي بنظرة. يا قطب الغوث، يا أقطاب، يا أحباب، يا نقباء، يا أوتاد، يا أبدال، يا أشباح، يا أرواح، يا رجال الله، يا صالحين، يا مؤمنين، يا خدام رب العالمين، أغثوني لوجه الله الكريم، فإني عبد ذليل فقير طلبت من الله القدير الرب الرحيم الجليل نفاذ هذا الأمر الذي أنا طالبه. معول عليكم جزءا من دعوة طويلة، ده جزء من دعوة طويلة لرجال الغيب، دي اللي دعوتهم للحضور المساعدة. طب حقيقتها إيه؟ وهل هي حقيقية ولا لا؟ وهل هي صحية ولا لا؟ طبعا الدعوة دي هي نبعة من معتقد الصوفية، عشان يعني نحط النقط على الحروف في الأول. الدعوة دي من معتقدات الصوفية، على الرغم من الأهمية البالغة اللي بيحظى بها مصطلح رجال الغيب في المعتقد الصوفي الجمعي، باعتباره اسما جامعا لأصناف مختلفة من الأولياء، هو مجموعة من الأولياء منح قدرات ومواهب خاصة من لدن الله عز وجل. ففي كتير من الجدل، وحكي لكم قصة حصلت معايا في الآخر، في كتير من الجدل أحاط بالمصطلح ده عبر القرون. الأمر اللي ظهر بشكل واضح في الكثير من الكتابات والمؤلفات، سواء كانت تلك اللي لم يتم تصنيفها بواسطة كبار الصوفية، أو اللي تم تصنيفها من كبار الصوفية، أو اللي تم تأليفها بواسطة بعض العلماء اللي بينسبوا نفسهم للسنة والحديث من جهة تانية، يعني ذكروا تقريبا في كل المراجع المختلفة بس بالذات في الصوفية. العقل الصوفي روج الكثير من أنواع الولاية الخاصة به، ومن أهمها القطب والإمامين والأوتاد والبدلاء والنقباء والنجباء، فخلي لكل منهم سمات ووظائف محددة، وأوكل ليهم بعض المهام المرتبطة بتصريف شؤون الكون، ونسب إليهم طائفة واسعة من أخبار الكرامات والخوارق اللي هي اشتهرت وزاعت بين الناس. وطبعاً يجب عليك انت كمريد للصوفية تصديق كل دوت، وان انت ما تكذبش حاجة من كده. من ضمنها زي ما قلت لكم رجال الغيب او حقيقة رجال الغيب، فلازم انت كمريد انك، فانت اذا لازم تؤمن بالثلاثة، واذا ما امنتش بالثلاثة او بالسبعة او الاربعين من رجال الغيب وبالاقطاب ولا بالاوغاز او اغواس، فانت كده مش صح. انت لازم تعرف ان الاولياء العظام يقال ليهم الاوتاد وفوقهم الرواسي، فاذا وقعت كارثة توجه العباد الى الاوتاد، وتوجه بعد كده الاوتاد الى الرواسي، ثم يقضي القطب حاجة الرواسي، ويقال للذين بعد القطب في المرتبة الامامان، ويقال لاحدهم الامام اليمين والاخر الامام اليسار. الكلام ده مش تسمعه عند حد منهم، تسمعه عندنا بس. اليمين بيمثل احكام القطب، واليسار بيمثل حقيقة القطب. إذا مات خلفه الإمام اليسار، ويقال لهم مجتمعين التلاتة. لو أنتوا عايزين أديكم حلقة كاملة عنهم قولوا لي في الكومنتات وأنا أديها لكم. القطب أعظم ولي، وهو من كبار رجال الغيب، يتصرف في الكائنات بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يدعى عند الشدائد ويلجأ إليه ويستعان به. ده كلام الصوفية مش كلامنا يا جماعة. الغوص هو الذي يناديه الصوفية عند الشدائد بقولهم يا غوث أو يا غوثي، فيجيب نداءهم. عبد القادر الجيلاني اشتهر طبعا بلقب الغوث الأعظم. الشيخ عبد القادر الجيلاني اشتهر بلقب الغوث الأعظم، وتقدر ترجعوا في الكلام ده وتشوفوا ورايا. كل الالتجاء والاستمداد دوت للغوث الأعظم أو الغوث، هو في الظاهر أو في الحقيقة بيقولوا أنه يقصد به الله سبحانه وتعالى، لأن المتصرف الوحيد في العالم هو الله تعالى، وما بيشاركوش أي أحد مطلقا في التصرف في أمور الكون،
واللي يعرف بالغوص ان الغوص ده تتجلى فيه صفات الله واسماءه الحسنى. ده لما تيجي تسألهم يعني ايه الغوص او ليه بتستعينوا بواحد زي داود. ومن دون دول في النجباء وعددهم 8، وفي رواية اخرى او في فرقة اخرى من الصوفية بيقول لك لا هم مش 8 هم 40، والنقباء عددهم اما 10 او 300 اختلفوا عليهم. ومن رجال الغيب مين اللي في ناس منهم يعرفوا اسرار القلوب. بصفة عامة فان رجال العيب الغيب المعروفين باولياء الحق ده تبقى مقاماتهم فاضية فترة طويلة، يعني بيخلفهم دايما بعد موتهم اللي اقل منهم شوية بيطلعوا لرتبة رجال الغيب. طيب كان ليه لقاء مع واحد من كبار الصوفية من فترة وانا قلت لكم الموضوع ده، وطلب مني عدم الخوض في تفاصيل بتاعتهم، وكان بينا حوار طويل استأذنته ان انا انشر اجزاء منه، وجات الفرصة ان انشر جزء من رجال الغيب بس. الحوار ده اللي دار بينه وبينه قلت له انا عندي بعض الاسئلة بخصوص رجال الغيب، كان من ضمن الاسئلة اللي انا سألتها له. قلت له هو انتوا ليكم دليل تستندوا اليه في اللي بتقولوه دوت؟ يعني انتوا بتتكلموا عن القطب وتقولون انه اعظم الاولياء ورجال الغيب وان هو صاحب التصرف باذن الله في الكائنات الاخرى. قلت له هو انت مش شايف ان تعريفكم دوت زي اللي كان بيقولوا مشركين مكة زمان؟ قال لي كان بيقولوا ايه؟ قلت له كان بيقولوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. قال لي ايه؟ قلت له تملكه وما ملك، ارجع للي كانوا بيقولوا زمان. هنا رد علي برد غريب، قال لي يكلف الله سبحانه وتعالى بعض الناس بجملة من المهام للحفاظ على نظام الدنيا المادي كما يشاء، ومن أجل النظام على حفاظ الدنيا المادي والمعنوى من لكم اللي قالوا بالنص للأمانة يعني، ولضمان الحفاظ على الخيرات وإزالة الأشرار يوظف بعض من يحب منهم، فهؤلاء يقال لهم الأبدال، وهم اللي بيعوضون الأنبياء العظام وهم الذين أعزهم الله، ويقال بأنهم هم الذين سخر لهم ما في الأرض فهم سبب نظام العالم كما نعتقد أنهم بينظموا حوائج الناس. طبعا الكلام ده ما دخلش دماغي بس احتراما لي سبته يخلص. رديت قلت له انت بتقول عنهم سخر لهم ما في الارض، لكن اسلوب تعبيركم بيفيد انكم لا تعتقدونه تمام الاعتقاد. التسخير هو السياق الى الغرض المختص قهرا، والله تعالى مالك المخلوقات ومالك الاقوام يقول ايه؟ الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. دي سورة الجاثية قرتها له كده. قلت له هنا احنا بنستفيد من كل ما سخر الله لنا في السماوات والأرض برا وبحرا، ويشبه صنيعكم دوت أو وصفكم ده كأنه تبني زي مثلا ما تقول إن الدولة تبنت جسر خدمة المواطن، لكن ما ذكر في الآيات يدل على أن الله سخر ما في السماوات والأرض لكل البشر جميعا، ما اختصش بيهم حد معين. واللي هنا عايزه ربنا سبحانه وتعالى هو مقابلة نعمه بالشكر، لكن غير المسلمين النهاردة بيستفيدون منهم أكتر من المسلمين، بتلاقيهم أغنياء وكل شيء، فبالتالي التسخير دوت كان للكل ما خصش بيه حد، لكن أنتم جعلتم التسخير خاصا ببعض دون بعض، مش بس المسلمين، لا ده أنتم بعضا دون بعض، وكنتم فضلتهم على غيرهم من الناس، فحالكم دوت بيشبه تماما زي ما يكون حال سكان قرية مثلا، ضربت له المثل ده قدامها طريق عام اتبنى عليه الجسر، وهنا جاء مسؤول كبير عشان يفتتح الجسر وقال لكم يا جماعة الجسر دوت عشان خدمتكم. فقلت له طلع خلاص اذا كان الجسر دوت مبني لخدمتنا فاحنا هنوكل امر استخدامه لعميد القرية او لعمدة القرية الموجود دوت، وهو اللي هينظم حركة المرور فيه. هنا خد العمدة ده قرار بان ما يسمحش لسكان القرى المجاورة ان هم يعدوا على الجسر دوت او ان هم يعدوا عليه، فقراره هنا لا يمكن قبوله ده لان الجسر ليس حكرا على احد او على القرية دي، فهو لكل من يمر عليه او بني من اجله وسخر له ليستفيد منه. ده الكلام اللي انا رديته عليه. هنا الراجل بصراحة رد وقال لي حاجة تانية، قال لي مش التلاتة ولا السبعة ولا الأربعين والأقطاب كسائر الناس، يعني حتى في اختلاف بينهم من بعض، أو إنهم عوض عن الأنبياء الكبار. قلت له امال إيه بالظبط؟
اذا كان مش عوض على الانبياء الكبار ازاي، واذا كان الامر زي ما بتقول، فمين هو النبي اللي اسندت اليه امانه الحفاظ على نظام الدنيا الروحي والمادي؟ ما انت بتقول ان مش كده، وفي نفس الوقت ترجع تقول ان هم عوضا على الانبياء. طب مين هو النبي دوت انه كان ضمانا لخير الناس وازاله للشر؟ والله سبحانه وتعالى هو اللي حدد البشر حدود تصرفاتهم، وامر نبيه عليه افضل الصلاه والسلام ان يقول اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا، قال اني لن يجيرني من الله احدا ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلاغ من الله ورسالته، ومن يعص الله ورسوله فان له نهار جهنم خالدين فيها ابدا. دي في سوره الجن. فهنا امر على الحفاظ على نظام الدنيا الروحي والمعنوي وضمان للخيرات وإزالة الأشرار بيد الله تعالى سبحانه وتعالى وحده. فاعتقاد أن ليهم قدرة على التصرف في هذه الأمور شرك بالله سبحانه وتعالى وشرك بالله عز وجل. بصراحة أنا كنت بتكلم معاه بكل أدب، قلت له لو كان للنبي عليه الصلاة والسلام هذه القدرة لاستعمالها للقدرة فكان استعملها على الأقل لإرغام الكفار على الإيمان. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الأمر دوت وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء، ده قرآن كريم، أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، صدق الله العظيم. دي في سورة الأنعام. أنا كنت بتكلم معاه بكل هدوء، الرجل فعلا كان إنسان محترم جدا. وخلينا نكمل، قلت له مش الامر اتيان المعجزه او شيء، المعجزه مش بايد الرسل، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيظهرها متى شاء. وربنا سبحانه وتعالى ايه قال ايه ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم لم نقصص عليك وما كان للرسول ان ياتي بايه الا باذن الله فاذا جاء امر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون، صدق الله العظيم. سامحوني على قراءتي، يعني انا مش قارئ، انا متدبر بس القران. هنا سكت وطلب بكل ادب واحترام احترمه واقدره فيه اني ما اتعمقش في الكلام، وخصوصا في ابواب محدده عن الجن الصالح والتعامل معاهم، طرق تحضيرهم والغوث وكده. وافقته بس ما اشترطتش على موضوع رجال الغيب. خلاصه الموضوع ما فيش حاجه اسمها دعوه رجال الغيب، كل شيء بأمر الله. الله هو الحافظ، الله هو القادر، الله لم يجعل له رسل بعد نبي الله عليه أفضل الصلاة والسلام، وما خلاش ليه خلفاء استخلفوا في الأرض عشان يديروا أمور الأرض، فهو قادر على إدارة الكون كله عز شانه. ومن يقول إن ربنا حدد ناس تخدم مصالح ناس ده إنسان مش سوي. طيب اللي بيظهروا دول إيه؟ دول جن يا صديقي، دول جن. اسمع مني انا، اسمع مني انا، خد من هادر، دول جن بيجيوا لك بيشتغلوك زي خدام الايات بالظبط، هم كوبي بيست. يجي يقول لك احنا رجال الله واحنا الغوث واحنا العون واحنا كذا ويا رجال الله ويا خيل الله. الكلام ده كلام مش صحيح، لا وجود لرجال الغيب. اذا حد عنده دليل على وجود رجال الغيب انا جاهز انه يجي يشرفني بيه ويشرفني بالمعلومات اللي عنده. انا دايما بحب اتعلم فوق كل ذي علم عليم. أتمنى الحلقة دي تكون عجبتكم، وشوف رأيكم في الكومنتات. شكرا لكم، مع السلامة.